دونك تمرين 3 أو 4 عفوا، فكر مزيان، حاول تخدمو راسك وعاد تابع معانا التصحيح. شوف بالنسبة اللي ما عندهمش لي تخيونغل ايزومتريكي، لي تخيونغل سون بلابل، بلا ما يجاوب على السؤال الثاني، يجاوب غير على السؤال الأول، يحسب هادو. هنا غنطبقو طاليس وفيثاغورس. ركز مزيان، حاول جاوب، عاد تابع معانا التصحيح. دونك إلا كتلاحظو هنا المطلوب مني يحسب دي أو دي إف إف أش جي أش، دونك معطانيش، مقاليش يحسبهم بالترتيب، قالي يحسبهم وصافي. إذا أنا غنشوف شكون يقدر يحسبو بسهولة وما كاينش حتى شي مشكل. إلا شفنا في هاد الشكل هذا، هنا عندنا أونغل دوا ياك، وعندنا هاد الدرع، عندنا هاد الدرع، دونك نقدر نستعملو فيثاغورس ونحسبو إف أش. دونك إف أو أش يعني هادي ساهلة، إف أش نقدر نحسبها بسهولة، نحسبوها ونشوف. دونك هادي بانت بعينيا شتها. دونك دي أو، علاش أنا مفكرتش في دي أو؟ حيت دي أو باش تقدر تكون عارف خاصك يكون عندك دي أش، ولا خاص يكون عندك شي مثلث قائم، وكاع الأضلاع معروفين. إلا خديت هاد المثلث، هاد الدرع وهاد الدرع معروفين، شي دير مقدرش تطبق فيثاغورس. المهم فكر نتا راسك، أنا فكرت، فكر نتا راسك وشوف شنو هو الحل. الحل هو أنني نبدا بإف أش باش نخدمو بأسهل طريقة. علاش؟ لأن إف أش عندي مثلث قائم وعندي جوج أضلاع، نقدر نلقى الثالث بكل بساطة. دونك إف أو أش إيريكتونغل، دونك إف أو أش إتان تخيونغل. Rectangle en E. Alors, d'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse au carré, FH au carré, FH au carré, est égal à FE au carré ou bien EF au carré, plus OH au carré. On va essayer. EF au carré, 4,8 au carré, plus 6,4 au carré, est égal. Alors on calcule, on se met la calculatrice dans la table, on va essayer de faire ça. Donc 4,8 au carré, 4,8 fois 4,8 est égal à 23,04 plus 6,4 au carré, 6,4 au carré est égal à 40,96. Il est jumelé. C'est 64. Donc, puisque FH est une distance, donc on a retrouvé la valeur positive de la solution de l'équation. Alors, FH, il y a la racine de 64. Il y a 8. Bien. Donc, on a l'amour basé, tout le monde. Alors, سؤال أو الحاجة الثانية اللي نقدر نحسبها بعد الجي اش، نقدر نحسبها الى طبق الطالس، لان هذا يوازي هذا حيت عمودين على نفس الدرع، دونك متوازيين. ها انت شوف نديروها، نستعملو هادي، لان مادام هذا يوازي هذا نقدر نطبق طالس، ونقدر نحسب هذا دي او، ونقدر نحسب حتى جي اش، اذا نقدر نطبقو طالس. الوغ عندنا دو دغوات سيكونت، بلا ما نبقى نذكر هاد الشروط نضيع الوقت. عندنا دو دغوات سيكونت، عندنا دو بوان بشكل دغوات، وعندنا هذا يوازي هذا، دونك او اف باغيل افيك جي اش، دونك او اف et GR sont parallèles. Alors d'après le théorème de Thalès, on a, alors on a regardé une petite dexicolo, d'après le théorème de Thalès, je mets là HE la HD, HE sur HD est égal à HF sur HJ est égal à EF sur DG, EF ديجي. الوغ نعوضو لي معروفين ونلقاو لي معروفين. شكون لي معروف؟ اش او. الوغ اش او 6,4 ديفيزي باغ اش دي. الوغ اش دي فين هي؟ اش دي دي اش، دونك معروفاش عليها، غنقلب اش دي تيكال اش اف، اش اف الوغ اش اف ما معروفاش، ولا لقيناها، لقيناها اش اف، وي لقيناها اش اف هي ويت. طونسيون الحاجة اللي لقيتها خصك تخدم بها، ما خدمتش بها تبقى تدور في الخوا. ويت ديفيزي باغ اش جي، اش جي ما معروفاش، ايت ايكال او اف 4,8 ديفيزي باغ دي جي هي 7,5. انا نقدر دابا نعرف اش دي. الوغ اش دي شنو هي؟ اش دي هدف هذا يساوي هدف هذا، دونك اش دي هي
هذا في هذا على هذا، دونك 6.4 فوا 7.5 ديفيزي باغ 4.8، دونك غنجبد على حسب طبيعة الحال وغنحسب دونك 6.4 فوا 7.5 فوا إتيكال ديفيزي باغ 10، بقينا اش دي هي 10، دونك بعدا ما اش دي 10 نقدر نعرف دي او، الوغ دي او نقدر نحسبها غير هنا، الوغ دي او لي نطلبو منا دي او، دي او شنو هي دي او؟ هي دي اش ناقص اش، هي دي اش ناقص او اش، دونك دي اش مو او اش، الوغ دي اش لقيناها 10، او اش هي 6.4، دونك غتولينا 3.6، رانا حسبناها. الوغ شنو باقي لنا دابا؟ باقي لنا اش جي، دونك اش جي هي هذا في هذا على 4.8، دونك اش جي تيكالا 7.5 × 8 ديفيزي باغ 4.8، ناخدو لا كالكيلاتريس 7.5 × 8 est égal divisé par 4.8. Donc on a 12.5. Donc HJ, HJ est 12.5. Ça fait donc HJ. Je ne vais pas caler, FH. FH, donc quand on a FH, on a déjà fait FH. Je ne vais pas caler DE. Alors DE, DF, D. اف باقي لي دي اف، دونك دي اف نقدر نحسبها بفيتاغورس بلا ما نضيع الوقت. علاش نقدر نحسب دي اف بفيتاغورس؟ حيت هذا ولا عندي دي اش اللي حسبته، دي اش هو 10، هذا 10 و اف اش ولا عندي اف اش شحال لقيناه، اف اش 6 جو بونس الى بقيت عاقل، ها هو 8 باغون، هنا 8. اذا غنطبق فيتاغورس بلا ما نضيع الوقت، 10 او كاري موا 8 او كاري تعطينا 36 وغتبقى لنا 6، دونك غتبقى لنا هنا 6 صافي، يعني نقدر نعرفها بكل بساطة. سواء نطبق فيتاغورس هاد المثلث ولا في هاد المثلث، يعني بلا ما نضيع الوقت غادي نلقاو بأن ما دي اف كتساوي 6، ونتا خدم على راسك حيت باينة الأمور بسيطة واضحة. ألوغ دابا مونطخي كو دي جي اف دي او اف اي او اف اش سون سومبلابل، دونك نشوف واش داك دي او اف ولا لا. ألوغ نعم دي او اف هاديك هي. الوغ نبداو بهاد الجوج غنشوفو، دي جي اف و دي او اف، نشوفهم بعدا شنو هما. دي جي اف دونك دي جي اف هاد لو تخيونكل صغير، دي او اف دي او اف هاد لو تخيونكل. دونك مادام عندي جميع الاضلاع شنو غادي ندير؟ غادي نبقى نحسب الاضلاع، نبقى نحسب يعني لي رابور ديال هاد الضلع على هاد الضلع. دونك شوف معايا مزيان، شنو هو لو بلو كغون كوتي في لو تخيونكل دي جي اف؟ في لو بخومي تخيونكل دي جي اف لو بلو كغون كوتي هو دي جي. الوغ غنحسب دي جي على لو بلو كغون كوتي في هاد في هذا في دي او اف، هو دي اف على دي اف تو سامبل. غنشوف دي جي على دي اف، الوغ دي جي 7.5 سوغ دي اف، هنا ولا عندي كلشي 6، غنسامبليفيها هادي ولا نحسبها كاع ماشي مشكل. الوغ نحسبها احسن باش نروحو الوقت، لأن هادي تحسب تحسب دونك 7.5 مضبوطة. علاش حسبتها؟ لأن مضبوطة، كون مكانتش مضبوطة غادي نسامبلي فيها. دونك هي 1.25. شنو غادي نعاود نحسب؟ الضلع المتوسط، الضلع المتوسط في هاد المثلث الصغير هو دي اف على الضلع المتوسط في هذا هو اف تساوي. الوغ دي اف هي 6 على 4.8، رغم مادام هادي تحسبت إلا كان إلا كانو سومبلابل، دونك تا هادي خصها تتحسب. ألوغ 6 ولا سامبلي فيها ضرب 10 واختزل تلقى شي كسر يعني مختزل، 4.8 دونك تا هي تعطينا 1.25. دونك هادو بتلاتة خصي يتحققو الشروط، إن باش يكونو دو تخيونكل سومبلابل من بين الطرق اللي كنخدمو بها خص يكون لي كوتي ديال لو بخومي سون بروبورسيونال مع لي كوتي ديال لو دوزيام، يعني كتقسم اطول ضلع على اطول ضلع
دير المتوسط على المتوسط واصغر دير على اصغر دير وخصك تلقى نفس النتيجه. شنو باقي لي دابا؟ اصغر دير في هذا هو جي اف ولا اف جي. لو دوزيام تريونغل اصغر دير لو دوزيام تريونغل هو دي او تساوي الوغ اف جي. اف جي 4.5 ديفيزي بار دي او 3.6 خصها حتى هي تكون 1.25 حسب الآلة الحاسبة. الا ما لقيناهاش راه نو سون با سون با خص يكون خص تكون نفس النتيجة 4.5 ديفيزي بار 3.6 ايتيغال دونك هي هاديك 1.25. دونك شنو لقينا؟ الوغ لقينا ان لي كوتي ديال هاد لو تريونغل سون بروبورسيونال مع لي كوتي دو دوزيام تريونغل. الوغ شنو لقينا؟ الوغ لقينا بانما دي جي سوغ دي اف ايتيغال دي اف سوغ دي او ولا او اف باردون ايتيغال اف جي سوغ دي او. ان من بين طرق اما تلقى زاويتين من هاد المثلث كيقيسو زاويتين من هاد المثلث او لا كتلقى التناسبيه ديال الاضلاع او لا زاويه من هاد المثلث كتقيس زاويه بحال مثلا هنا كنستعمل الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه هاد الزاويه كتقيس هاد الزاويه اللي بجوج 90 شنو غندير؟ غادي نحسب هذا على هذا وهذا على هذا الى لقيت نفس النتيجه غادي نقول سون بروبورسيونال باردون سون سون بلاد. متفقين؟ يعني الطريقه الثانيه ممكن تستعمل هنا في هاد التمرين كنستعمل جوج طرق. دونك دي جي اف اي دي اف سون سمبلام. شنو باقي لي دابا؟ باقي لي هذا مع هذا، لان الا كان هذا سمبلام مع هذا وهذا سمبلام مع هذا غادي يكونوا بثلاثه سمبلام. غادي نبداو بالدي جي اف مع او اف اش. الوغ شنو هو او اف اش؟ او اف اش اذا بنفس الطريقه مادام عندك جميع الاضلاع غادي تشوف اطول دير على هذا قسمه على هذا 8 على 7.5 شنو غتلقى؟ ثم 6.4 على 6 شنو غتلقى؟ ثم 4.8 على 4.5 شنو غتلقى؟ الا لقيت نفس النسبه غتقول دونك لي تريونغل سون سمبلام. متفقين؟ إذا حاول تخدم حتى هذا مع هذا، كي تلقى عاود هاد لي دو سومبلام تقول دونك لي تخوا تخيوم سون سومبلام، لأن هذا وهذا متشابهين وهذا وهذا متشابهين، دوك التلاتة راهم متشابهين. نتمنى تكون الأمور واضحة، شكرا، نتلاقاو في التمرين الموالي.